محمد عبد العظيم الشهير بعظيمة، من مواليد 17 من أكتوبر عام 1968، وأصبح أحد لاعبي الفريق الأول للنادي الأهلي في موسم 89-90، قبل أن يبدأ رحلة استثنائية أخذ فيها زمام المبادرة ليقتحم الاحتراف الأوروبي من ألمانيا، فأصبح الأول من بين اللاعبين المصريين على مر التاريخ بقميص الأندية الألمانية بالانضمام لصفوف فورتونا كولن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني موسم 90-91، وسجل أول هدف للاعب مصري في تاريخ كأس ألمانيا. وقبل انطلاقة الموسم 94-95 وقع عظيمة عقدا للانتقال لصفوف شتاير النمساوي، وسجل 5 أهداف في 45 مباراة بالدوري، بالإضافة إلى هدف تاريخي هو الأول للاعبين المصريين في تاريخ بطولة كأس الاتحاد الأوروبي إنتر توتو في مرمى إيراكليس اليوناني عام 1995. وعقب محطة النمسا واصل عظيم التفرد بالانضمام لصفوف أولسان الكوري الجنوبي ليصبح اللاعب المصري الأول والأخير الذي يلعب للعملاق، ويعتبر مهاجم النادي الأهلي السابق أحد أساطير أولسان ضمن أول جيل يحقق بطولة الدوري الكوري الجنوبي لهذا الفريق في موسم 96-97. على الصعيد الدولي خاض عظيمة 21 مباراة بقميص منتخب مصر، ومنها بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1992 تحت قيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري. الجول محمد عبد العظيم، محمد عبد العظيم رقم 8. أما على الصعيد التدريبي يعتبر عظيمة أول مدرب مصري يحصل على رخصة التدريب يويفا برو. عمل عظيمة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتوج بدور الشباب 5 مرات متتالية قبل أن ينضم للجهاز الفني للفريق الأول كمدرب عام في عهد البرتغالي جوزيه بيسيرو والهولندي مارتن يول، كما تولى القيادة الفنية لمصر المقصة وظفار العماني والفيصلي الأردني، وقاد منتخبات شباب الأردن وسلطنة عمان. رحلة عظيمة مع كرة القدم حفلت بلقب الأول، فمن أول لاعب مصري بالدوري الألماني لصاحب أول هدف مصري في كأس ألمانيا، ثم أول هدف مصري في كأس الإنتر توتو الأوروبي، وأول لاعب مصري والوحيد الذي يتوج بالدوري الكوري الجنوبي مع أولسان، كما أنه أول محاضر مصري بالاتحاد الألماني لكرة القدم بعد الاعتزال، وأول مدرب مصري يحصل على رخصة التدريب يويفا برو.